عاجل ومن مصادر موثوقة ومقربة جدا. المغرب يعتذر عن تنظيم كان 2025. هادشي اللي كاين. المغرب بعد 24 ساعة من الثقة التي وضعها فيه 22 عضو من المكتب التنفيذي نتاع الكاف، ضرب أخماس في أسداس ووجد أنه تورط وأنه كان ضحية مقلب جزائري. الانسحاب اللي دارت الجزائر كانت خطة دقيقة جدا، مدروسة جدا، والجزائر هي اللي دعات باقي الدول اللي كانت مترشحة باش حتى هي تسحب الملف وتخلي المغرب بوحده. وللأسف المغرب ابتلع الطعم وراح يحتفل بانتصاره. كان ضرب الصح، كان ضرب النيتي يسحب لكم، راه كان لا راه بالصح الامر فيه واحد المأزق، واحد الورطة وضعها النظام الجزائري، العقول الحكيمة الخطيرة المدبرة الجزائرية العبقرية، العبقرية الجزائرية. علاش؟ لأنها عرفت جيدا، شوفوا الناس كيفاش كيفكروا، عرفت أن المغرب أولا عنده المديونية 104 مليار دولار ولا ما عرفش داكشي، ثانيا عنده الملف نتاع الزلزال ديال إعادة الإعمار، خصو بالقلة واحد 10 ولا 11 مليار دولار، فبغات تزيد له هذا الثقل هذا، هذا التورط هذا، باش يزيد يتسلف ويتكلف، باش يدير هاد كأس الإفريقيا بالهلا يطريه ليه ويزيد يورط راسو في الكريديات وفي المشاكل. فاق وعاق فوزي للأسف متأخرا، للأسف بعد 24 ساعة. يا ريت يكون فاق غير ذاك النهار قبل باش حتى هو يسحب الملف ويخليه 25 بدون تنظيم، ولكن للأسف فوزي ما صدقش ذكي، ما عرفش مزيان كيفاش يلعبها. فاليوم تم الإعلان على الاعتذار. بعد الاعتذار تم الاتصال مباشرة من طرف موتسيبي بالرئاسة الجزائرية شخصيا المرادية عند السي عبد المجيد باش يشوفوا واش الجزائر يعني ممكن تعوض المغرب في 2025. فكان الرفض، كان الرفض التام. المهم عيا يحطلو في المبررات والحيثيات، ولكن تبون قالوا لا. وصل الامر الان فانتينو، هادشي كنقول لكم حصريات، بغيتو نجيب لكم مصادر نحط لكم مصادر، المهم غادي تلقاوها في التعليقات. وقع اتصال ديال انفانتينو مع السي عبد المجيد الرئيس الجزائري شخصيا. فالسي عبد المجيد طلب الاعتذار العلني ديال المغرب. يعني الاعتذار الاول اللي كان طالبه من 94 ديال علاش فتحتوا ادرتوا التاشيره على الجزائريين، فدابا كاين اعتذار ثاني وهو المغرب يعتذر للجزائر على الصورة الشينة اللي بنت بها في الإعلام الدولي البارح والبارح. فيتم الاعتذار علنيا، ويتم تقديم في طائرة وما غاديش تمشي مباشرة للجزائر، غدير رومبوا لتونس وغادي تعاود تدخل الجزائر، الجزائر محملة ب داكشي نتاع العار، يعني ما يسمى بالعار، يعني ويكون معاهم لقجع وبوريطه بجوج، يمشيو بجوجهم باش يوصلوا للقصر نتاع المراديه ويرميو العار على الرئيس السي عبد المجيد تبون. هذا هو الشرط نتاع السي عبد المجيد. فالان اخر الاخبار كتقول بانه كاين اجتماع عالي المستوى هنا في المغرب باش يشوفوا كيفاش يديروا هذه القضيه هذه، لانه فعلا هادشي ما استوعبناهش للاسف. المغرب
هذا التنظيم هذا راه في ورطة كبيرة وما غاديش يقدر ينظم كان 2025، وإلا قدر غادي ما عندنا ما نديرو، كاينش ما عندناش الكريديات والإعمار و10 مليار و104 مليار كي غدير ليها. فأنا خليكم معايا، ها وقتاش ما جاني الجديد غادي نحيطكم به علماً.